بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. لا داعي ذكر الاسم ديالي، ان الحمد لله اليوم الجامع ولاو كيعرفوا شكون هي فهاد داخليتي. التواجد اليوم ديالي عند الفلاحه اولا لعده اسباب. اول حاجه اني نقدم لهم الدعم ديالي كما قدمت لهم اول يوم. اهم حاجه اللي جيت اليوم اني نبينها للمجتمع المدني لا ديال زيو ولا ولاد ستوت على القيمه ديال هذا النضال اللي قاموا به الفلاحه. واللي بغيت نجيو نعرف انه الفلاحه المشكل اللي كان عندهم في الاول ماشي هو المشكل اللي عندهم دابا، لان الفلاحه اول اجتماع كان مع السيد الوالي في وجده، واجتماع مع السيد المدير الجهوي اللي كان الحضور ديال الجميع، انه كانت الموافقه المبدئيه ديال التور ديال الماء. اذا الفلاحه النضال ديالهم ما كانوش كيبكيو انهم يعتطى لهم الماء، لان الموافقه المبدئيه كانت كان الهم ديالهم الحصه اللي غادي تعطى وفوقاش غادي تعطى، يعني النضال ديالهم على هذا. اليوم باش كنقول هذا الكلام لان تفاجات من الاتصال ديال بعض الفلاحه اللي كيقول لك حنا ناضنا، واليوم كاين جهات اخرى بغات تركب على الموجه ديالهم. اللي جاب الماء واللي ناضل هو الفلاح الحقيقي، هو الفلاح اللي اليوم كيتواجد في هذه الخيمه، هو الفلاح اللي صام 22 يوم في الخيمه في الشتاء وفي البرد وفي العجاج، واللي نعس رمضان كله في الخيمه. اذا لا داعي اليوم انهم غادي يجيو جهات اخرين باش يركبوا على ظهر الفلاحه الحادث، حيت باش نجيو اليوم نقولوا راه غيتعطاكم الماء، الماء هما عارفين تعطى لهم الماء، هما اليوم باغيين يعرفوا فوقاش غادي تعطى لهم الماء، واللي غتعلني السلطات بصفه رسميه. واليوم الماء راه تعطى واحد تعطاو جوج ديال الاقتراحات، واللي اليوم راه كاين اجتماع في الرباط باش الاقتراح غادي ياخذوه. الماء كانت النقاش 15 مليون، الا الفلاحه كتشوف 15 مليون راه قليله باش غادي تكفي الجميع. اذا اليوم المناقشه كاينه في الوزاره الداخليه مع وزير الفلاحه، شنو الحصه اللي غتعطى اللي ما غيكونش فيها المشاكل. وما تنساوش ان الله يكون في عوان المسؤولين، حيت اليوم راه حنا قدام واحد الازمه ديال الجفاف، وخاصه مؤخرا كتعرفوا الشتاء طاحت في جميع النواحي الجهات الا الجهه ديالنا ما كانتش الشتاء. اذا راه كاين دابا واحد المغامره، راه اخر شهر الماء الشروب راه كاين شهر 10. اذا دابا المسؤولين امام مرين، الفلاح والسكان والساكنه. واللي كنتمناو اليوم انه ان شاء الله يكون واحد القرار الصالح ديال الجميع. واللي هذه المناسبه كنشكر جزيل الشكر السيد الوالي، لان النهار اللي قال ان شاء الله يكون خير وغيكون التور ديال الماء وفى بالوعد ديالو، وعلى تواصل باستمرار مع المسؤولين. وكنشكر السيد المدير الجهوي ديال الاستثمار اللي كيدير اكثر من الجهد ديالو، السيد العامل ديال اقليم الناظور والسيد الباشا، مشكورين على المجهودات ديالهم اللي كيساندوا هاد الفلاحه باش ياخذوا الحق ديالهم. انا النهار اللي جيت عند الفلاحه ما جيتش كنائبه برلمانيه باش ندير السياسه، باش يكون وراء الهدف ديالي جمع ديال الاصوات. انا جيت كبنت زيو اللي كندعم واحد الشخص ياخذ حقه، جيت كندعم الفلاح لانه حقه ماشي السياسه. وانا مشيت معاهم ولكن الفضل ليهم هما، انا كنت رفيقه لاني ممثله ديالهم من حقي نرافقهم، ولكن النضال ديال كان ديالهم. المغامره في الاعتصام كانت ديالهم، والنضال باكمله كان ديالهم، احنا غير وسيله باش نقدروا نوصلوا الصوت ديالهم. اذا اللي خصو يعرفوا الساكنه انهم الفلاح هما اللي جابوا حقهم، ما جابوا لهم حتى شي واحد. وحنا هاد الفرصه بغينا نقدموا الدعم للفلاح ونشكروه على المجهودات ديالو، ماشي نجيو نركبوا على الحدث ديالو وهو غادي يناضل وجهات اخرى غادي تحاول تدي النضال ديالهم وتنسبوا الاسم ديالهم. انا ما غاديش نسمح بهذا الشيء، وما غنسمح حتى لشي واحد يقلل بالمجهودات اللي قاموا بها. واليوم ان شاء الله عما قريب غادي يكون واحد التور كيف ما بغى يكون التور، راه كان وراه كاين، ولكن الا حنا كنتمنوا انه يكون المزيد على الوعود اللي تعطات. شكرا للجميع.